أربكان زعيم تميز في الحياة السياسية التركية على مدى 40 سنة الأخيرة. تم حل الأحزاب 4 التي أسسها، ولكنه لم يتخلى عن نضاله وفكره. كان أربكان طالبا ناجحا وأكاديميا لدرجة أنه استحق لقب الأستاذ أربكان. شغل أربكان منصب رئيس وزراء الحكومة 54 لتركيا. تخرج من ثانوية كاباتاش محرزا المركز الأول في الثانوية، وكان يتميز بذكاء خارق، الأمر الذي جعله يبدأ الجامعة التقنية من المستوى الثاني. عندما التحق بجامعة إسطنبول التقنية كان في صفه تورغوت أوزال وسليمان ديميريل، اللذين أصبحا رئيسي الجمهورية فيما بعد. كان أبوه رئيسا لمحكمة، ولكن حياته السياسية جعلته دائما في المحاكم، حيث تم إغلاق أحزابه تارة ووضع الحظر السياسي عليه تارة أخرى، وهو زعيم قضى 10 سنوات من حياته السياسية التي استمرت 40 سنة مبعدا عن الحياة السياسية قصرا، ولكنه لم يتخلى عن الدفاع السياسي الحقوقي، واستمر في كفاحه على أسس دستورية وقضائية ساعيا إلى التغيير. كان زعيما له عزم حقيقي في النضال والكفاح، لدرجة أنه قال بعد حل حزب الرفاه الذي رفعه إلى منصب رئاسة الوزراء: هذا غيض من فيض. وكان رئيسا يحترم القوانين ويهدف دائما إلى البقاء في حدود القانون. ويذكر أنه قال بعد غضب أنصاره لإغلاق الحزب مرة: الذي يريد أن يصرخ فليذهب إلى الغابة. أصبح مساعدا لرئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية القائمة بين حزب السلامة الوطنية وحزب الشعب الجمهوري، وهذا المنصب جعله يتعرف على الدولة وأساليبها ووسائلها عن قرب كزعيم سياسي. وكان يحتفظ بنفس المنصب في نفس السنة التي حصلت فيها عملية سلام قبرص لحماية الأتراك الموجودين هناك من القمع. كان دائما يكافح ضد القوات الاستعمارية، وقال باستمرار: الطريق إلى التنمية هو طريق الانطلاقة الصناعية، وفكرة النظام العادل في الإدارة رفعت حزبه إلى مرتبة الحزب الأكثر تصويتا في انتخابات عام 1995، وأوصلته إلى السلطة عام 1996. وأثناء وظيفته كرئيس للوزراء جمع كل الحسابات العامة في الخزينة العامة بنظام عرف باسم نظام الخزينة العامة، الذي ابتكره أربكان في مجال الاقتصاد. في هذه الفترة نمت البلاد بنسبة 7.5%، ولم تتمكن هذه التطورات كلها من منع الانقلاب الأبيض ضده بتاريخ 28 من شباط فبراير، بسبب إشاعات الرجعية التي تم نشرها في البلاد عنه وعن حزبه. وقبل ذكرى يوم 28 من شباط فبراير بيوم، انتقل إلى رحمة الله تعالى في 27 من شباط. ومع أن نضاله السياسي الذي دام سنوات طويلة لم يقدر على توحيد البلاد التي كان يسعى إلى توحيدها، إلا أنه أصبح زعيما استطاع بوفاته أن يجمع طوائف تركية خلف نعشه المرفوع على الأكتاف.